حاول تفهم، إذا أهملك يعني ما يبيك، إذا تجاهلك يعني ما يبيك، إذا تأخر عليك دائما وأحيانا يلغي المواعيد معاك بالمرة بكل استخفاف واستهانة فيك يعني ما يبيك، إذا كان دائما يركز على سلبياتك وينتقدك عليها بالطالعة والنازلة ويخفي جميع إيجابياتك يعني ما يبيك. حاول تفهم في تصرفات واضحة ما تحتاج كلمة ما أبيك، وتروح تعميها بالمرة وتغرق الغرقان أكثر وتقول أنت ليش ما تهتم فيني، أنت ليش تهمني أنا مو